كارمن صباح الخير. صباح الخير. صباح كيفك؟ الخير ريف، لإلك ولكل المشاهدين. ثانك يو. ماشي الحال؟ سافا كارمن. اليوم كله هيك نحن بنرجع بنربط بنبرم بنبرم وبنرجع بنبرم هيك للواقع اللي نحن فيه. اكيد اليوم نحن بازمتنا ناس كثير عم بتفلفل من اشغالها، بس كمان في كثير ناس عم بتفتش على شغل. اليوم طبعا ما في كثير فرص متاحه، ولكن بضل في مجال، يعني يمكن نضطر نغير بنوع الوظيفه، يمكن نضطر نقبل بشغله مؤقتا بدل من شغله ثانيه، بس على الاقل نحن دائما بحاجه انه نفتش، لانه اليوم في الاف من الاشخاص عم يخسروا وظيفهم بالمصارف للأسف. بالمطاعم بالشركات وبكثير هيك. كرمال هيك دائما بتسمعي في ناس عم بتفتش على شغل. اليوم اذا نحن اليوم بدنا نحكي على موضوع اتيكات، خلينا نقول المقابله الاولى، اليوم في كثير صبايا شباب بده يروحوا على مقابلات عمل، بده يجربوا يلاقوا على فرص جديده ربما بلبنان او ربما بالعالم العربي، اذا رجعوا قبلوا يستقبلونا من وراء خبايصنا. بدنا نحكي شوي اليوم شو هي هيك الاشياء اللي خليني اقول يعني النقاط اللي كثير اساسيه بشكلنا بلبسنا، كيف فينا نحن نكون رحنا مرتاحين على المقابلة ومريحين الشخص اللي عم بيقابلنا. يعني إن شاء الله ما حدا يترك وظيفته بالأول، وإن شاء الله اللي عم بفتش يكون عم بفتش بقلب لبنان. يا رب هيك ترجع تنفتح أفاق التشغيل والتوظيف بلبنان. على كل حال، في حال بدنا نروح لنقدم على وظيفة لازم في كتير قصص لازم نعملها، وفي كتير قصص لازم ما نعملها. نعم. أول شغلة هو أنه نسأل عن الشركة، مش غلط أني أنا أعمل دوار، يعني أعمل جوجل سيرش عن هالشركة لأعرف أنا لوين رايحة تقريبا، شو هي نوع الشركة، وين فروعتها، قد هي كبيرة، مش غلط أني أعرف مسبقا. طبعا تحضير السي في شغلة كتير مهمة، مش غلط كمان أني أنا استشير حدا يساعدني لأني حضر سي في فريمان بروفيسيونيل. لازم يكون بروفيشنال، منه كتير كبير منه كتير صغير، على صفحة واحدة تقريبا مش أكتر، بس فيه كل المعلومات المطلوبة، ومش غلط قلنا إنه إذا استشرنا حدا فيه لاستيفي. كتير حلو إني أعرف مكان الشركة وين، يعني أنا أعرف مسبقا هالشركة موجودة بالمكان الفلاني، هل قدي أنا بدي وقت لأوصل لحضر حالي نفسيا ومش أعلق لا بعجقة ولا أوصل مأخرة ولا صير عندي 100,000 عذر. دائما هيدا دائما هو مكان على فكره المقابله سبب اساسي يمكن للتوتر قبل ما توصل على المقابله، بتخافي تضيعي، ما بتعرفي البنايه، ما بتلاقي موقف، كرمال هيك مثل ما قلتي ضروري واحد يروح عارف حاله وين رايح. بالفعل، ومش غلط انا اذا قبل بليله ما رحت لشوف وين الشركه بالتحديد، لحتى ما اكون ملبكه اكثر ما انا اوريدي. هي خلينا نتفق على شغله، الشغله اوقات ستريسفل منا هينة، يعني في كتير ناس بتتضايق منه عارف شو ناطرها، بس لما نكون محضرين نبقى واثقين من نفسنا أكتر. طبعا no. الكوبي تبع السي في مش غلط اني انا يكون حاملة كوبي، علما انه اكيد الاتش ار اللي رايحة اتقابل انا وياه هو عنده نسخة، بس كتير حلو اني انا اكون حاملة من نسخة نضيفة معي بلكن عزتها او ممكن اقدم له اياها لذكره أكتر بحالي. No. طبعا الدريس كود قبل ما نفل، هيدا بعد ما وصلنا على الشركة، دريس كود كتير مهم انه احترمه. لازم روح حتى لو ما بعرف شو نشاط الشركة او هني كيف بيلبسوا، الا اذا كان مثلا اذا هني شركة اعلانات السبو انه يكون كتير دي كونتراكتي الموظفين فيها، مش ما في لزوم اني انا روح على قد سبور، لا خليني يكون رسمية، كون اوفر دريست احسن ما اكون اندر دريست. اكيد يعني انا كشاب لازم البس بدلة مع قميص مع جرافات، مش غلط ابدا، ما في شيء غلط، بالعكس خاصه اذا كانت الوظيفه اداريه بشركات. هلا طبعا اذا انا بدي اقدم لوظيفه ويتر ما بروح لبس بدله، اكيد في البس جينز مع بليزر، بس انا اذا كنت على شركه بليز كثير مهم البدله تكون مرتبه، القميص بيضاء، الجرافات مزبوط محطوطه، الشعر منه مزيت مرتب، هيدا بخصوص الشباب. بخصوص الستات الحلوين طبعا لازم كمان نكون الدريس كود بزنس دريس كود، نكون محترمين قصتي، ما في كليفج منه مبين، ما في شيء شفاف، ما في شيء قصير. كثير مهم اني انا احط بليزر على الفستان اللي لبسته، ما يكون ضيق ما يكون كثير قصير، ما يكون بنسل دريس، ما يكون شيء بليلي، ننتبه لهالنقاط، ما يكون الميك اب اوفر
وكمان ما يكون بلا ولا شيء، يعني مش انه رايحه انجم مشطه شعري المزيت صار لي جمعه مش محممته، مني سئلاني نقبلوني قبلوني ما قبلوني انا مني عايزه، هيدي النفسيه كثير غلط انه الرحله على الشغل. المظهر الخارجي كثير مهم، شئنا ام ابينا، الفيرست امبريشن. ريف بدنا نحن 7 ثواني تسكان الشخص اللي قدامنا وياخذ صوره عنه قبل حتى ما يحكي وحتى قبل ما يورجينا شهاداته. يعني هيدي شغلة مش لأنه نحن لبنانية هيك بنعمل، كل العالم بتعمل هيك، بأمريكا بأوروبا كل يعني الطبيعة البشرية هيك بتعمل، من المظهر نحكم على الأشخاص. لهيك لازم نشتغل على مظهرنا على ترتيبنا. كارمن طبعا عندي هيك لك سؤال هيك سريع، اليوم دايما نحن يعني عندنا وقت نروح على مقابلة بنجي يعني غير عامل الخوف هيك بنوع من خجل، بنحس حالنا دائما نحن هيك المستحيين اللي بدنا نرضي الشخص اللي رايحين نقابله، يعني ويعني ما بعرف كيف بدي استعمل هيك التعبير هيك من تحت، يعني بنجي هيك خجولين. اليوم قد ايه لازم يكون هيك، لازم يروح الشخص يعني هيك هيك ثابت من حاله متمكن فيت هيك بثقه، واوقات يعني مش غلط نحن خلينا نقول نكذب هول الكذبات الصغار او نوح انه لا انا رايح وانا عارف حالي وين جاي وشو جاي يقول. مثل ما قلتي تماما، لازم الواحد يكون عنده ثقة بحاله وبهو علماته وهو شو بيقدر يقدم للشركة. أنا إذا كنت بدي روح هيك ركيكة ومن تحت هيدي أكيد هني رح يشوفوا هالشي وما رح يتحمسوا ياخدوني، بالعكس إن كانت وقفتي إن كان لبسي إن كانت قعدتي إن كانت سؤالي إن كانت طريقة اللي الابتسامة اللي عوجي السلام اللي عم تسلمه كله هيدا لازم يعكس ثقة بالنفس. وإذا أنا خفاني مثل ما حضرتك عم بتقولي مش غلط إنه أنا fake it till you make it، قول كارمن أنت عندك ثقة بنفسك yes yes you can make it، مش غلط إني أنا هيك يقول لحالي هالكلمتين ثلاثة وشد على حالي لفوت عندي ثقة بنفسي. كتير مهمة هيدي النقطة، لازم الشخص الـ HR اللي أنا عم بقابل اتقابل أنا وياه يحس أني أنا حدا واثقة شو عم بعمل، عارفة شو بدي، عارفة أنا شو ممكن أقدم للشركة. كتير مهمة هيدي النقطة. طبعا خلينا نرجع نكفي لموضوعنا، هي الوصول قبل ب10 دقائق، مش مسموح توصل مؤخرين. من وقت فوتتنا على الشركة أو على المبنى، من الأصغر موظف لآخر موظف، الابتسامة على الوجه مع طبعا السلام وين ما رحنا، أنا جاي بدي قابل مسيو فلاني. ننتبه ما نشيل الكلفة، مش أنا طالعة ولا بدي أشوف ريف عقيل، ريف عقيل منا صاحبتي، الاتش آر منو أصحاب نحن وياه، لا بدي أشوف مدام عقيل إذا بتعملي معروف بهيدا الشكل. أطلع هلأ بدي انتبه بقلب الشركة اشلح العوينات الشمس إذا كنت لابسة، العلكة صبايا شباب ممنوعة حتى لو كان تحت الماسك ببين أنه نحن عم نعلو بلاها هيدي أبدا. ومش غلط أني أنا شيل الماسك لأنه يعني بده يكون في تباعد أكيد. طبعا من بعد ما سلم على ريسبسونيست بوقف على باب بدها تقلي تفضل، بهالوقت اللي قاعدة أنا ناطرة فيها القعدة تبعيتي بدها تكون مرتبة، ما ننسى نحط ميوت السيلولير تبعنا، خلص نعمل ديسكونكشن مع العالم الخارجي ونهيئ حالنا للاجتماع. كتير مهم حيلا اجتماع أنا عندي إيه إنه هيك نتفي أخذ 5 دقايق حتى لو كنت مدورة راديو على الطريق أو أنا على السيلولير، 5 دقايق لنفسي لراجع أنا لأقول هلأ أنا عم بتحضر للاجتماع. شغلة كتير مهمة حضر حالي نفسيا. طبعا بدي فوت قبل ما فوت على المكتب اللي عندي مقابلة معه بدق على الباب حتى لو كان الباب مفتوح، بيقولوا لي تفضلي بتفضل، القعدة تبعيتي، المشي ريف تبعيتي، الاكتفيت لورا، الراس لفوق، البطن مبلوع، عندي ثقة بنفسي حتى لو كنت أنا عم برجوف معلي خليني هيك أمسك جزداني بشكل إني أنا أقول لا أنا مني خفاني، ما في شيء بخوف. وأصلا ما في شيء بخوف يعني، بس هو دايما بالمقابلات يعني أنت حتى لو يعني
قد ما كنت مشتغله وقد ما كان عندك خبره اوقات هيك دائما بتوصلي على المحل. يعني انا وحده من هدول الناس كل ما بجي قدام هيك تقابل حدا بمهمه جديده دائما بلقى في هذا الخوف الكثير كبير، يمكن بيرجع بمكان ما مثل ما قلتي بده واحد يكون هيك ثقته بنفسه كثير كبيره، لانه دائما في خوف انه انت لا انا ما بدي اخسر هيدي الشغله، كرمال هيك هذا الشيء بيعمل هذا النوع من القلق، وفي ناس يمكن بتعطي الهم زياده. مظبوط معك حق، هيدا الخوف مهم لانه نخلينا نحضر احسن. نعم عرفتي هيدا الخوف يعني fail to prepare prepare to fail، هيدا الخوف كثير يعني لما ما في خوف يعني في اوفر ثقه بالنفس. صحيح. اذا في اوفر ثقه بالنفس يجوز نوقع راسنا شك، لا نخاف نتفي مش غلط. انا حتى كان عندي مقابله وهيدي اول مره بحياتي بعملها كمان جوب انترفيو من يومين ثلاثة، كمان كان في خوف مش غلط، هيدا الخوف بحفزنا لأنه نكون أكتر هيك شدين حنا أكتر مثل ما بيقولوا بالدارج. طبعاً إذا قعدنا على المكتب بدنا نسلم قبل ما نقعد، إذا الشخص ما بده يسلم هلا بتعرفي ظروف الكورونا أوكي منحط إيدنا على صدرنا وبتكون مشالحة، بينما إذا الشخص مد إيده مش بقله أنا لا لزوم الكورونا ما بدي مد إيدي، لا معلي بمد إيدي وبرجع بعدين بحط سانيتايزر بعدين بس ما تخلص المقابلة أبدا مش قدامه، بحط سانيتايزر جل على إيدي وبطهر إيدي مش مشكل، ما بقعد إلا ليقلي تفضلي. طبعا بقدم له السي في تبعي وبكون أكتر مستمعة، في حال سئلت بجاوب، في حال ما سئلت خليني أكون مستمعة لهو شو عنده. مضيفني قهوة مش غلط بس مش بقله بليز بدي قهوة لأن أنا ولا من عبكرة جاي مش مروقة، ما اخد وجه. كتير مهم اني مش خاف ما احكي بس مش كون عندي هالأوفر ثقة وصير قاعدة ومرتخية. بدنا ننتبه كمان للقعدة تبعيتنا، هيدا الظهر لازم على طول يكون جالس. واذا الستات الحلوين عندهم جزدين طبعا مش بجي وبحط له جزدين هيك على المكتب تبعي، هيدا الجزدين يا بحطه ورا ظهري لما القي اتذكر حالي انه ما لازم القي على الكنبايه، يا انه بحطه على الارض بعلي. عندي الكوبي تبع السي في بقدم له اياها، قدم لي قهوه مش غلط انه اقول له اوكي بشرب ليش لا، واهم شيء اني ما احكي عاطل عن الشركه اللي انا كنت فيها اذا كان عندي previous experience. صحيح. هيدا شغلي اتس نو نو اكيد لو شو ما كانوا عاملين فيه، بحكي باصلي مثل ما بيقولوا انه هيدي الشركه انا اشتغلت فيها وعملت واخذت مصاري منها ما بزت لها حجر ببيره مش لطشه ابدا، بس انه ما لازم ابدا نحكي بالعاطل عن مطرح ما كنا عم نسترزي سابقا. طبعا كمان الهاند شيك تبعنا نسيت أقول أني أنا لازم أتمرن على السلام، ما يكون ركيك ما يكون كتير قاسي يكون فيرم. مش غلط كمان أنا إذا خلصت جامعة جديد وعم بهيدا أني أتمرن أنا وأهلي بالبيت كيف نسلم السلام المزبوط اللي هو بيعبر عن الثقة بالنفس. نبرة الصوت كمان ما بدي روح إيه عم بقدم على وظيفة وأش وأش إيه، لا ولا بدي صريخ. نبرة الصوت تبعيتي لازم توحي بأنه أنا شخص عندي ثقة بنفسي وعارفة حالي لوين رايحة وأنا شو بدي. كارمل تفضلي. يعني هو هنا هيك اللي خليني أقول الجايد لاينز لنروح على أول انترفيو شغل لقلنا، بس اليوم هيك يعني نحن أكيد وصلنا لنهاية هذه الفقرة، بس شو هي هيك بكلمة واحدة شو هو الكليك أو هيك الشغلة اللي هيك بتلمع وبتخلي الشخص هيك يشوف نحن مميزين عن غيرنا؟ هي للأسف الإيمج تبعيتنا، لأنه ريف اثنين أشخاص بتعرف كنا هلأ صرنا خريجين جامعات كنا بلكن ثلاثة أرباع العالم دكاترة، اثنين لما اثنين يتقدموا على الوظيفة اثنين مخرجين من جات الجامعة اثنين عندهم الشهادات العلامات العالية اثنين لنقول عندهم إكسبرينس أو ما عندهم إكسبرينس اثنينتهم هن ذاتهم، شو اللي بيخلي الاتش آر ينقي ما ينقي زاد اللهم إذا ما في واسطة طبعا اللي بيخلي هو how he is presenting himself كيف هو بيقرب حاله كيف بيقدم حاله هالsoft skills اللي نحن للأسف منصير نقول هيدولي تفاصيل، لا هيدولي مش تفاصيل أكيد. كيف انت بتقدمي حالك هيدا اللي بتفرق، قعدتك سلامك حكيك حضورك نبرة صوتك التياب اللي انت لبستيهم هيدول هن للاسف
بدي اقول للاسف، لانه يجوز الجوهر يكون عند غير مزبوط. ناس عندهم اي يعني. نحن الكتاب اذا بدنا ننقي بين كتابين دائما نحن بنروح على الغلاف الاحلى. صحيح. انا اذا كنت عم بتقدمي لي احلى طبخه بالعالم والبرزنتاسيون تبعيتها منا حلوه، سوري انا ما رح اقرب لحتى اكل. للاسف الشكل الابيرنس بتجذب، الفيرست امبريشن كثير مهمه، نشتغل عليها هل سبعه بال يعني هل لهل سبع ثواني نلقطه للاتش ار يخلي يحببوا فينا، ساعتها نحن ممكن بالفحوة اللي عندنا بالكونتينيو بافكارنا بنحن شو ممكن نعطي للشركه، هيدا اللي ساعتها بخلي هو يستمع لنا وممكن نبروف اور سيلف اكثر وناخذ الجوب. وان شاء الله كل العالم موفقه. وشغله صغيره بعد بالاخير، مش غلط اني انا من بعد ما خلص المقابله اني ابعت ايميل اتشكرون لانهم عطوني هالفرصة حتى لو بعد ما ردوا علي واخذوني. وموفقين للكل. كارمن حجر ثانك يو كثير لك على يعني على يعني هذه المقابله الصباحيه. وكمان لا اليوم ضروري حنستعين بهدول التيبس، لانه اليوم بهذه المرحله مثل ما قلت اليوم اول شيء المنافسه كثير كبيره، الفرص منا كثير متاحه، واكيد المضمون كثير مهم، التعليم كثير مهم، الخبره كثير مهمه، ولكن واحد يكون كمان شكله كثير مرتب ويكون بريزنتابل كمان مهم اكثر.